هانذا لا أكتفي بجلد ولدي، إنما أزيد بأن أضع كفنه بين أيديكم. إنه الحق، فأولى بابن العباس أن ينصاع له صاغرا. عسى أن يذكر بين الأحواف أن العباس لا تأخذه عزة ولا عصبية، وأنه لا يستثني ولده من عاداتكم. عادات الأحواف تسري على كل من يخطئ. ده عبد الباري ابن عبد الله ابن محبوب من وجوه الأحواف، والمفجوع بمقتل ابن عمومته وعشيرته الفارس شكلا. وهذا عبد الله ابن العباس ابن موسى ولدي، الذي عصى وقتل ابنكم يا شيخ. إن قتلتموه فقد أدركتم ثاركم، وإن عفوتم فالعفو عند المقدرة، وهو من شيم الكرام. ونعيد الأحواف اعتبارهم في الفسطاط وعلى رؤوس الأشهاد. عفونا عنك لوجه الله تعالى على ألا تبقى في هذه الأرض بعد اليوم.